الكبير يمرض ولا يموت، هذه القاعدة المعروفة، هذه الحكمة المعروفة. بس المهم إن المرض ما يسيطرش علينا. الزمالك، الأمور مشكلتي مع الزمالك في الفترات الأخيرة قبل ما كان رائع في الموسمين اللي فاتوا، دايما عند نادي الزمالك لو حاجة بس مشكلة قد كده اهو تكبر قد كده اهو، والمشكلة الواحدة يبقوا اتنين وتلاتة واربعة وخمسة. طيب ده وقت مين؟ وقت الناس اللي بتحب نادي الزمالك، بس اللي بتحب نادي الزمالك بجد، مش ما كل الناس ممكن تمشي في شارع تقول لك انا بحب نادي الزمالك، ماشي، بس اللي بيحب نادي الزمالك بجد، اللي خايف على نادي الزمالك بجد، اللي بيصعب عليه نادي الزمالك بجد، اللي يفرح لنادي الزمالك لما يكسب ويزعل قوي قوي لما الزمالك يتعثر، دول بقى اولاد نادي الزمالك اللي المفروض يظهروا في الوقت الحالي. اولاده دول ممكن يبقوا المسؤولين، ممكن يبقوا اعضاء الجهاز الفني، ممكن يبقوا اللاعبين، وبالتاكيد جماهير نادي الزمالك اللي كل يوم بقول انه مفيش حد ثابت المستوى في منظومة نادي الزمالك منذ سنوات طويلة سوى جمهور نادي الزمالك. يعني لو بتكلم على منظومة كاملة فيها إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير، هتلاقي كل دول اللي هم اللاعبين والجهاز الفني والإدارة مستوى ممكن زي لعيبة الكورة كده، يقدم لك مستوى رائع جدا، وفي أحيان كثيرة يقدم لك مستوى مش رائع جدا، لكن جمهور نادي الزمالك هو ثابت المستوى دائما وأبدا على مدار كل السنوات، لا يتغير، دائما مستواه في التوب، في اعلى فورمه ممكنه. طيب رجع لنا تاني الكابتن خالد لطيف امين صندوق نادي الزمالك. كابتن خالد مشرف ومنور مره اخرى. ربنا يخليك يا كريم، ومش عارف السكه قطعت من اول فين. لكن انا انت كنت لسه هتقول لي الكبير يمرض ولا يموت، انا فاكر بالظبط كده. بالظبط، وان شاء الله ان شاء الله الزمالك يعود اقوى مما كان، يعود لجماهيره زي ما انت بتقول العريضه الكبيره اللي بتزين نادي الزمالك واللي بتستمتع بانجازاته وبطولاته على مر التاريخ. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا في اتخاذ ما يصلح فريق كره القدم خلال الفتره القليله القادمه ان شاء الله. طيب كابتن خالد، وباجابه اكيد واضحه، ماذا عن جوزالدو فيريرا؟ هل انتهت العلاقه خلاص رسميا مع جوزالدو فيريرا، أم ما زالت هناك بعض الأمور المالية والإدارية؟ في المراحل الأخيرة خلاص تقريبا. يعني شبه تقدر تقول إن جوزالدو فيريرا رحل عن نادي الزمالك. هناك الرتوش الأخيرة لكيفية الرحيل بشكل يليق بحجم واسم نادي الزمالك الكبير العريق، وبشكل يليق باسم جوزالدو فيريرا اللي حقق الكثير مع نادي الزمالك خلال فترات ماضية، حتى لو ما كانش موفق في آخر فتراته، لكن له سجل لدى نادي الزمالك وجماهيره، فحتى في اتخاذ القرار في الرحيل لابد أن يخرج بشكل مشرف لنادي الزمالك في المقام الأول ويليق بحجم واسم جوزالدو فيريرا. طيب جوزالدو فيريرا هل فعلا متمسك بكامل حقوقه المالية ولا في تسوية في هذا الأمر؟ لا بالعكس، جوزالدو فيريرا بيقدم مرونة كبيرة جدا. بيحترم مجلس إدارة نادي الزمالك، بيحترم جماهيره العريضة، بيحترم اسم وفريق نادي الزمالك. الراجل في منتهى الاحترام بيتفاوض، واعتقادي الشخصي نادي الزمالك له معزة كبيرة لدى جوزالدو فيريرا، وده بان حتى عند قدومه للمرة الثانية لتدريب نادي الزمالك الموسم الماضي، فله كل احترام وتقدير منا كمجلس إدارة نادي الزمالك لاحترام جوزالدو فيريرا حتى لاسم ونادي الزمالك وجماهيره الكبيرة العربية. بالتأكيد. طيب كابتن خالد، فيما يخص المدرب القادم لنادي الزمالك، من أول امبارح نسمع روايتين، رواية إن المدرب القادم لنادي الزمالك هو مدرب وطني، المدرب القادم لنادي الزمالك هو مدرب أجنبي، ما هو القول الفاصل في هذا الأمر؟ قولاً واحداً، المدير الفني القادم الدائم لنادي الزمالك هو مدير فني أجنبي. قولاً واحداً. طبقاً لجلسة مجلس الإدارة اللي يمكن سمعنا فيها أمس مع مجلس الإدارة، ان البديل لفيريرا هيكون اجنبي، لكن اكيد هناك فتره انتقاليه
ما بين المدير الفني الحالي جيزوالدو فيريرا ورحيله وما بين قدوم مدير فني أجنبي جديد، أكيد هيبقى هناك جهاز رائع من أبناء نادي الزمالك الكبار اللي ما شاء الله محققين نجاحات كبيرة جدا جدا في معظم الأندية المصرية وخارج جمهورية مصر العربية. أكيد هنستعين بطاقم فني مصري في هذه المرحلة لحين الاستقرار بتأني وبدراسة كبيرة جدا السير الذاتية للمدربين الفنيين الأجانب اللي معروضين علينا واللي احنا بنشوفهم خلال الفترة الحالية. يعني الفترة المؤقتة حضرتك بتكلمني عليها أو الفترة الانتقالية دي مش لنهاية الموسم، لحد بس ما تستقروا على مدرب أجنبي، صح؟ بالظبط كده. يعني مش لنهاية الموسم، عشان بس النقطة اتقال انه ممكن يبقى في جهاز فني مصري لنهاية الموسم. لا، هناك بديل فيريرا هو بديل أجنبي. تمام. الاستعانة بجهاز مصري زملكاوي رائع هيكون على مستوى رائع لحين التعاقد مع مدير فني جديد.